بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كون ونكسن داو ديال ملك ستو اجوكتان كسر رواد جانل كي يوتيوب كافتحان برودكشن هاد ديال جانل كي كو اسبتا هي ايلوبين جانل كي سبسكرايب سعرتو على مدى كمبلا الكفرتو سي اينن برامج دو كوسين قول بضاعت كو داود دونت برامج كحي اللي غانا الله حاكم بدا ملحتوين في الصومالية ايا كو قود سي مع ملدا عن تاقر سنين سياسة دا اي ملحتويدو اي ودو ان كعضون شعب اي كدح وحن جباد منح تويدو اي سعب شعا اوغا قاتي وحن دول استاقي دونا فافاهي دونا حن جباد داسي منح تويدو كتميد اي وقتيقا اي كو صوبة قانتي قضبك كواد اي ادو قدو قدو تان ما مولادا حدا ان كو قنع سرين سياسة دا ملحواني حسن الشيخ محمود والا ما مامل ما عران كرنا حن جباد دلو داسي مامل باي كو صوبة وحن دول استاقي دونا فافاهي لبدا مامل ايو صوت وقت كان لو جوه الجبيو كسبسن انا اول مره وكيجي دو احد الله يمو هدي سياسه من حول حسن الشيخ محمود اي مره يسوها اللي يسكو هنجبو او قلاواسيا كدح ابورينا ادي نديدو ما حال كاسي انو قبح ما نقدو انت مثل كشو صوت دولد مدر ما كو دقاقيسا ان دد سوماليود الشعب لو هنجبو مسه فشل يفرح ما كان عكا برامجك وحن كوسو بدورا وربحين لنا عيب بضان تابان يسوى حين تاكو سابسا انتو برامج كسوعدو وقتو عن بعد دير رجينيا داو ديال ديال جروب برامج كيو فافاسا بقى عيو عبد الله بروان وحانا هيو ريسو بيبيع حقاها كرسون عنيق الشقدين هيو هيفا عنكو بلاو من احتو يدا فينا صومالية اياه انتباد عد وحي قدرتي ما ملابا عنكو قناع سرين سياسة دا اي ودو من احتو يدا سي عنق مشارحين اياه من احتو يدا فينا صومالية وحي قتري ان كعضان شعب لغا حبوري دورو ما ملضى أن لدى عسرين سياسة من احتويد وبرسة من احتويد وإلا ده هي أن ربين أحمان كدو لدماء وغرق وبقاقه هذا لك من احوينها أما هذا لك من احتويد وهو رعيا ما ملضى أن ربين هنان كدو لدو إنو غرق وصعد لكن تاس ما هكيك ده وما ملضى أن كوكن عسرين سياسة ده حسن شاء بركا عمرو السياسة ده حسن شاء بتاقير كرنو وعنو تاقير إنه نظام دو لدماء وغرق وصعد بركا نظام دو لدماء وغرق وصعد مات ما مولا كسو هرجيدا اون اوغناهي او مدرا او شيري كرنو بعدنا افتهم برودكشن ميجت تو ساري وحا اوغو دبي مدحوين احمد محمد سلام امام الكجبلان او شركي قلاه او تشي ليا فشل مي اساقا بحي ما اوغا بحين دان ايا قار اي اوليهين اما سامي لا عياد اما حيلا لو بلان قادو بلان تلوغا بحي انت اوغا ما يسم بحين وحا اوغا بحين اياها او مدى ايا دورشادا دالكا جبلان اني او بحان تايدو لو إن أرنتاس لغا فرق قوضو سيدو كلانا من دكروسي الإسكيدو مركا أحمد مدوبي أنه آد أن كو آد إنو بعد إنان أفتحنا برورشن هادا ما هينو مركا من أحتويرو وحيلا لهاي مامور كي أهو قانسن وايا دولة نمالا لكن ما أساس ومامور كي أهو قانسن وايا دانها حسن شيخ وحن كان أحبوري دونا كعضو شعب هنجبادا سيوحي كو سعطا سعب مامولاد الديدر وقتيا إن هنان كحسن شيخ وحرمو دالكا لوهو وانا لابا مامول نجا مقرصو مامول كبوتلان ايا مامول كجوبلان وانا لابا مامول اي برنانك كي استاكتي قرشاها دمعا ملحواني حسن الشيخ محمود كو اللو هنجب ايا عد كلاما كعضون كشعب بالاقا نح عبورا يا كو اللو هنجب هنجب ايا وجوبلان ايا بوتلان منح تويل عد اي او هنجب ايا سواس العيداني ايا احمد مدوبي فسر كلاي اوبا هنتهي هاوي يراتي مجتو مرا ليس كاينة تريكو هدبا هنجباد داسي كعضوك الشعبك او اي ملح تويدو كنو واقضي نواقي ديو حد احو حاكوه ري فعلو اي مانتا اسكو مرقاتي كعضي او اي قراتي او وحي نعي يلا الي كم سويهي مانتا اي نوع عده تو صاري قبل كالسراج بنتو لان كعضو ما اوغا بلغضي خير كي ورسنجلي ما اخر استيد با مغتشلو غسو ديلي وحال الى نستا ما اخر استيد وطاق قبل كالسراج هل كان كعضو شعبا لقد دياري وانا ركتين سياسيين ورسنجل يو هل كاسي كسو قيلة قامنا ايو قوله بطلان كان ايير مينو ما ممكن هل كان نقول سنينا شعبو كع نحتو يدا كنتم بيس ويبا قراتيبي مانت لكن ملكي هو رشاكي بينو قمني وانو تسالوريني اني انو لو مار مدكورا حتى دادك الشعب سوماليات وشاقي ان اغنتان باخر يا كعضو كان سنعك وكسو بلوضي مغتشو الهي مهدي دولدي هدي قراتيبا او تري كعضو الشعب ايام كوكا الينا عدي
annaga noo hoggaansami weyna marka waxaan leeyahay horta Puntland waa inay arrintan ka soo jawaabtaa dadkan ay u caddaysaa oo ay ummadda Puntland u sheegtaa in hanjabaadan madaxtooyada hadda ka timid ay caddayn u tahay shakigii la qabay markii hore waxay sidoo kale iftiiminaysaa wax alle iyo wixii ku yimaada maamulkaasi Puntland cidda gadaal ka haynaysa in madaxtooyada fila Soomaaliya ay tahay si lamida Jubbaland siyaasiyiin reer gada ah ayay dowladdu abaabulaysaa weliba abaabulku hadda garoon laga dego gobolka gedo ayaanan jirin mooyaane garoomadii oo dhan Itoobiya la wareegtay meelay ka dejisay dowladday lacday siyaasiyiintii kacdoonka shacab ka dhex bilaabi lahaa gobolka gedo ka dhex bilaabi lahaa maamulka Jubbaland marka garoon xuma haysa dowladda mooyaane mar hore ayaa gobolka gedo laga samayn lahaa kacdoon shacab oo lagu cadaadinayo madaxweynaha Jubbaland malay ka hari doonaan xitaa haddii ay waayaan garoon ay ka dejiyaan kuwa Muqdisho jooga waxaa la samayn doonaa lacaga loo diri doonaa kuwa jooga gudaha gobolka gedo kuwaasoo kacdoon shacab oo Jubbaland gudaheeda diyaari doona meeshaas waxaa ka cab ciddii iga hor timaada qalalaasiya ka dhex abuuraya deegaankooda hadda dowladnimo marka halkaa ku jirto weligay anigu ma maqal dowladnimo xoog iyo handalaab iyo hanjabaad iyo qalalaasiyo iyo mooryaanimo ma aha mid horey loo arki jiray ba kuma haboona dowladnimada qaabkan in loo wado shacabna lagu kasban maayo maamulna laguma soo jiidan karo waxay daaha ka rogaysaa waa ceeb iyo taariikh qoran waay marka anigu waxaan qabaa boqolkiiba boqol in laga fiirsado laakiin haddii lagu sii socdo dee waxa weeye madaxtooyada fanaan Soomaaliya waxay dhadhamin doontaa qaraarka ka dhalan kara waxaan kaloo xusid mudan in sababta ay dowladdu hadda hanjabaadan u diraysa maamuladan ka aragtida duwan waxaa xusid mudan in uu hanjabaadan ay kusoo beegmayso xilli shirkii golaha wada tashiga oo ay rajada ka qabtay madaxtooyada uu fashilmay haddii marka shirkii uu fashilmay maxay tahay sababta loo haysto maamulada war shirka siyaasad xumaa fashilisee ma saciiddan iyo axmed madow waa fashiliyey haddii qof iyo cod la waayey ma waxaa loo hanjabayaa dad nabad haysta maamul haysta kala dambayn haysta miyaa loo hanjabayaa haddii muddo kursi la waayey ma maamulada Jubbaland iyo Puntland lagu dhigi karaa waxaa kaloo rabaa ummaddu inay wax badan ka fahanto siyaasaddan madaxtooyada waqtigan ay waddo annagu qofna baysi ma wadno cidna kama soo horjeedo aniga cid aan xumaan u qabo ama aan necebahay ma jiro laakiin qof walbo dulbi wada inaan bulshada u faahfaahiyo taasi waa shaqadeed maqaayadan cabdullaahi bilwaan waxaa lagu iibiyaa waa maxaa kaa qarsoon waay maqaayadan waxaa lagu iibiyaa waa maxaa ummadda laga qarinayaa oo khiyaara ah halkan waxa weeye wararka hoosa lagu baara madaxtooyadu qalalaasyo inay ku hanjabto waxaa keenay fashilkii shirkii golaha wada tashiga qaran madaxtooyadu inay ku hanjabto maamulada Puntland iyo Jubbaland qalalaasyo kana xaburaya warkaa wuxuu cad yahay oo iftiiminaya in ujeeddo kale aynan jirin oo haddii la iraaci waayo dhibaata inuu ku dhex beerayaa waay aan aragno hanjabaadaasi halka ay ku dambayso barnaamijkan mid labada intaynu ku kulmi doono waa Cabdullaahi Bilwaan oo idin leh meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo.